بيبقى بيضايقني جدا ساعات بيجي لنا اتصالات يا دكتور، الناس تقول من رغم شده الحراره، يعني دايما بنلاقي شده الحراره شديده جدا ومعرق جامد جدا، ومن رغم كده تلاقي الناس تقول لك انا ما بحبش اشرب ميه، انا بنسى اشرب ميه. تمام. الاول هنتكلم عن اهميه السوائل بالنسبه لجسم الانسان. يعني واحنا لو الوزن بتاع جسم الانسان نقول وزنه من 50 الى 80 منه ميه سوائل، من 50 الى 80 وزن جسم الانسان سوائل، واهمها الميه طبعا، يعني ربنا خلقنا من الميه اصلا، يعني الميه. فاهميه السوائل بالنسبه للجسم بصفه عامه ايه الاول؟ نتكلم عن ايه اهميه السوائل. السوائل دي مهمه جدا لحاجات كتيره جدا في الجسم. اول حاجه عشان سيوله الدم، دم لو انا حصل عندي جفاف بيحصل تجلطات دم، وده شيء خطير جدا مقاتل يعني. نمره 2 اهميتها في اخراج الفضلات الزائده عن حاجه الجسم عن طريق البول والبراز، بتنزل عن طريق الميه وبينزل جزء منها بيخرج بعض الحاجات عن طريق العرق. نمره 3 مهمه جدا عشان حركه المفاصل، عشان المفاصل في حاله ليونه وما تحصلش مشاكل، مهمه جدا لصحه الجلد عشان ما يحصلش جفاف، للحلق، للعين. يعني الميه جزء اساسي جدا من احتياجات الانسان الحياتيه. المهم الميه تساوي حياه. بالظبط، الحياتيه. نقول احتياجاتنا اليوميه بصفه سهله كده عشان نبسطها لجسم الانسان بتختلف من الطفل للبالغ، بتختلف من المكان اللي هو فيه اللي بيشتغل فيه، بيتكلم هذا الرياضي ولا لا. يعني نقول احتياجات شبه اليوميه نقول بالنسبه للذكور من 3.7 لتر تقريبا، يعني نقول رافلي كده 4 لتر في اليوم. السيدات بتبقى اقل شويه، نقول مثلا 500 او لتر، يعني نقول مثلا 3 لتر في اليوم. بالنسبه للاطفال الصغيرين اللي هم برضه رافلي او بصفه عامه كده حوالي 1.7 الى 2 لتر في اليوم. تمام. ده احتياجات اليوميه من السوائل. بتختلف بقى الراجل ده رياضي ولا لا، بنزود له بنزود شويه في السوائل، بيعمل مجهود عضلي، الراجل ده بيشتغل فلاح مثلا وبيقف في الارض كتير مجهود، الراجل ده بيشتغل عامل في البناء، يعني بيختلف على طبيعته. يقف قدام درجات حراره عاليه، المكان اللي هو فيه، المكان ده فيه حرارته عاليه ولا لا، بتختلف، بنزود شويه طرب السوائل حسب المكان اللي هو فيه. في الصيف بقى الحراره عاليه على الكل طبعا، احنا بنعرق حوالي لتر ونص سوائل في اليوم ميه، فلازم اضيف دول على احتياجاتي اليوميه اللي جسمي عايزها. ليه بقى؟ عشان يتم بقى العمليات الحيويه تتم بصوره مظبوطه، ويتم اخراج الفضلات بصوره مظبوطه، وفلتره الكلى بصوره مظبوطه، لازم الاحتياجات دي اخدها يوميا. مفيش حاجه اسمها ما بحبش الميه او ما بشربش سوائل، ده شيء خطير وقد يكون قاتل. فلازم ابقى عامل احتياطاتي ان انا في الايام الحر وايام الصيف وايام المجهود العنيف ان انا ازود السوائل بتاعتي. طب دكتور خالد، عايزين في البدايه كده نعرف المشاهدين ايه هي الكلى او ايه هي الكلى؟ بالظبط. يعني انا قلتها قبل كده في حياتي السابقه، يعني الكلى دي عباره عن جهاز ربنا خلقه في الجسم للحفاظ على الـ 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 النظام الكيميائي الحيوي في الجسم في حاله مستقره، في حاله ثبات. مهمته باخراج الفضلات التحول الغذائي، وخاصه في اكل البروتينات والاملاح عاليه، يتم التخلص من الزوائد منها، فلتره في الكلى وطلعها بره الجسم عشان يفضل في حاله توازن كيميائي كيميائي مظبوط في الدم. لو حصل اختلاف في ده بيحصل طبعا لخبطه في الجسم، ولما يحصل تلك يعني دي كده مهمتها اخراج هذه الحاجات والحفظ على نظام السوائل في الجسم. يعني ايه؟ التوازن بتاع السوائل في الجسم بتحافظ عليه الكلى، زياده بتخرجها على الى الخارج. طب دكتور خالد، في ناس كتيره تقول انا اكتشفت ان انا عندي مشاكل في الكلى عن طريق الصدفه، يتعمل سونار مثلا على البطن فابتدوا يشوفوا الكلى لقوا حصوات وما كانتش مسببه لهم اي مشاكل او اي الام، وفي ناس مجرد انها ساعات تيجي تقول انا ما بصحى من النوم بلاقي جنابي وجعاني، انا مجرد اي حركه بيبقى جنابي وجعاني، بحس بوجع والام شديده في الكلى. يا ترى فعلا ان الكلى ساعات بتعمل اعراض وساعات ما بتعملش اعراض؟ يا ترى فعلا ده ايه المنتشر؟ بالزبط. انها بتعمل اعراض ولا القاتل الصامت زي ما بيسموها الاطباء؟ نقول بقى هي طبعا ربنا عامل في جسمنا حاجه اسمها جهاز الانذار مبكر، الألم وأعراض أخرى. تمام. منها الدوخة ومنها زغاره العين ومنها الصداع، يعني ربنا عامل جهاز إنذار لكل حاجة بجسمنا. تمام. جهاز الإنذار ده بيبقى في حالة حادة، لو حاجة ماشية، حاجة حصلت حادة دلوقتي، يعني حصل حصوة ومثلا نزلت الحالب، بتعمل مغص كالوي لازم يجبر الإنسان يروح للدكتور، بيجبره. الحاجات بقى اللي أنت قلتي عليها الهواء الصامت ده، بيبقى الحاجات اللي هي إيه مش واخد باله منها، لو مثلا عنده مرض مزمن شغال بهدوء كده سكر او ضغط، والكلى عماله تدهور جرادول بالتدريج، هو مش واخد باله خالص، هو مش فجاه رايح بيروح الدكتور بيعمل فحوصات، رايح يعمل مثلا قسطره قلب، رايح يعمل حاجه، هو بيلاقي وظائف الكلى عالي.
دي اللي حصلت في صمت، اللي هو ايه كان عنده مرض مزمن واثر على الكلى بدو. واحد كان عنده يقول لي انا عندي الم خفيفه، كان عنده حصوه كبيره وقفه في الكلى بنعشه بالراحه كده، مش شاده طريق البول، مش عامله الم حاد، فعمال يقول لك انا حاسس ايه ضال ايه كده بيسموه ايه، يقول لك انا جنب بين احلايا مش ناقص جامد، هو عنده حصوه مش واخد باله خالص وما اتحركش عشان ياخد. تكبر لما يوصل للكلى زي ما تقول فجاه يعمل لا تحليل عالي. ففي حاجات حاده، الم جامد نزيف في البول، دم لا دم في البول، دي حاجات حاده حصلت ايفنت دلوقتي، مشكله كبيره ادت الى هذا الخليه بتبقى الارم جامد ولا جهاز الانذار يخليه يتحرك بسرعه. اللي ماشي بهدوء ده بقى ده اللي احنا بنخاف منه، اللي هو ساعات في اورام كده في الكلى مش واخد باله منها خالص وعماله تكبر ومش واخد باله ويتفاجئ ان في نزيف في البول. فالحاجات الحاده بتبقى فيها انذار سريع، الحاجات اللي هي المزمنه البسيطه او مش واخد باله بقى، اللي هو تقول ده القاتل الصامت ده، ان الكلى عماله تتدهور جراديوال، اكتشف فجاه انه عنده لازم يخش يغسل دلوقتي، لازم انه يعني للاسف فطبعا مرحله الغسيل دي هي اخر مرحله نقدر خلاص اللي هو فشل كلوي تام بالظبط. في حاجه اسمها تلال الكلوي اللي هو القصور الكلوي، اللي هو ماشي الكلى الانتباه بتاعها بالراحه كده، وظائف الكلى بتاعها بالراحه مش واخد باله، بيكتشف بالصدفه بحته وهو بيعمل تحاليل وبيعمل اللي بقى فشل الكلوي حد ليه اعراض في جسمه، اعراض الانسان بيبين عليه بقى انه عمال يرجع مصدع مزغلل حاسس باجهاد شديد جدا مش قادر وملوش نفس الاكل، بيروح يعمل تحاليل فجاه كشف انه محتاج يغسل دلوقتي. فبيختلف بقى حسب المرض وحسب حسب الاعراض حسب كل درجه مرض في الكلى، يعني حسب كل مرحله وصل ليها الكلى لغايه فين. طب دكتور خالد، في ناس تيجي تقول طب انا كان عندي حصوه كنت بتقلمني كل فتره كل فين وفين، ايوه، وبعد كده اهملت، طب يا ترى دي ليها اعراض في شكل البول يا ترى؟ يعني إن احنا عايزين نعمل توعيه للمشاهد علشان خاطر فعلا ما يتفاجئوش بكارثه اللي هي الغسيل، وبقى نخش في مراحل صعبه جدا احنا في غنى عنها. تمام. فاحنا عايزين نعمل توعيه للمشاهد دلوقتي اللي بيسمعنا. تمام. نقول بقى في حاجتين، حاجه اسمها الوقايه خير ما علاج، في حاجه أكيد. الفحص الدوري الروتيني اللي هو ايه، ان هو فعلا الوقايه المبدا الوقايه خير ما علاج. في حاجه اسمها تشيك اب زي في كل النظام الصحي، حاجه اسمها طبيب العيله، طبيب الاول اللي بروح له كل فتره بانتظام اعمل تشيك على جسم، اعمل فحص دوري، هيكتشف حاجه في بجري بدري وهو بيعمل تحليل هيكتشف حاجه، ده اسمه النظام الدوري الوقائي زي طبيب الاسره اللي موجود عندنا في مصر دلوقتي، زي الوحدات الصحيه في الريف، زي انا المفروض اتوجه لوحدي اوتوماتيك من غير ما حد يقول لي، انا اعمل تشيك على الجسم متابعه بالظبط اطمن الوقائي بالظبط، والدوله موفره كل ده في كل حته متوفر مجانا، وبروح لا ده في القوافر بتروح لغايه عنده، القوافر بتروح دلوقتي لغايه عنده لغايه يعني لو هو عايز يتحرك، لو عايز يبقى عنده وقايه يعني. ده اللي عايز نظام الفحص الدوري. في بقى الحاجات اللي ابتدى يحصل فيها اعراض، يعني ابتدى يحصل لي مشكله، احس بالم في جنبي، احس بارتفاع درجه الحراره، تغير في لون البول، البول مش عايز ينزل مخنوق، الحاجات دي احس ان انا مثلا مصدع ومليش نفس الاكل، لازم اتوجه فورا، ما استناش بقى ان انا مش الوقايه ده، انا ده في حاجه اضطرتني ان اروح دلوقتي، اتوجه للطبيب بتاعي فورا، هيعمل لي فحوصات ويعمل لي فحص كلينيك ويعمل لي فحص اشعه، هيكتشف المشكله جت فين دلوقتي، ابتدي اتعامل معاها، وممكن اولها تبقى علاجها سهل والموضوع ينتهي. ما استناش لما يحصل بقى الاعراض وانا ساكت، لما تتفاقم الامور وتلاقي فجاه ان بقى ان حاجه بقت عويصه جدا وعلاجها بقى صعب وعلاجها بقى فيه مشكله. وبالذات ان في ناس يا دكتور للاسف بتبقى ساعات بيظهر ما بيظهرش عليها اي اعراض وهم في مرحله متاخره جدا. ايوه، ما هو اللي هو عنده مرض مزمن، يعني مثلا عنده سكر والضغط، هو مشغول بالسكر والضغط وعم بيدوا له عمليه وناسي خالص ان هو يعمل ودول بيدمروا الكلى، يعني انا احنا بنسميه يعني سارق الكلى، وهو شغال في هدوء كده عمال بالذات اللي ضغطهم بيعلى بشكل عالي قوي او اللي عنده سكر ان كنترول مش منظم السكر بالظبط، فبيأثروا جدا على الكلى. المفروض يعني حتى الطبيب اللي بيعالجني من امراض الحاجات دي هو دايما بيوجهني يقول ايه، نعمل فحص انطم على الكلى، نعمل فحص انطم على الكلى، نعمل تحليل وظائف الكلى، نعمل تحليل بو، اللي هو الدكتور الاستاذ زميلنا بتاع الامراض الباطنه اللي بيعالج مستشفى الضغط، هو لازم بيوجهه يقول له لازم نعمل، لازم نحافظ نشوف الكلى حصل فيه ايه، وحاجات ثانيه بيحصل فيه حاجه مش الكلى بس، مش الكلى بس اكيد، بيأثر على القلب، بيأثر على العين، بيأثر على المخ، بيأثر على الاعصاب بتاعت الرجلين أكيد. فلازم الطبيب اللي يعالجني بتاع البطن اكيد بيوجهني بيقول لي اعمل كذا عشان ما تراخاش بقى في الحكايه دي، انا انفذ واعمل الحاجات دي بسرعه، لان حاجه فاقول لسه ممكن نسيطر عليها ونعمل، في واحد بقى سابها كبر دماغه يقول لك لا انا هنخش بقى في حاجات مشاكل اكبر. خلينا نتكلم عن المشاكل الاكبر بتحصل بسبب الاهمال الحصوي والكلام ده كله، بس ناخد اتصال من استاذه ساره. الو، اتفضلي سؤالك للدكتور خالد. يا استاذه ساره. ايوه، الو، اتفضلي سامعينك.
استاذه ساره انت مش سامعانا؟ طب طيب الف سلامه عليكي، استاذنك بس في حاجه ان انت توطي صوت التلفزيون عشان احنا مش سامعينك كويس وانت مش سامعانا. ايوه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كده تمام. السلام عليكم. انا بقول لك عندي مشاكل. اتفضلي قولي اتفضلي. ما يعني ما عندي تحليل بيقول لك الكرياتين اربعه. الكرياتين الاربعه بتاع حضرتك؟ اه. طيب انت عندك حضرتك سكر او ضغط؟ ضغط. عندك ضغط؟ اه. ماشي بتتابعيه كويس مع الدكتور وبتاخد العلاج ولا لا؟ انا باخد له 25 يعني. طيب بص، هو طبعا ممكن يكون سبب الارتفاع في وظائف الكلى الضغط لوحده، ممكن معاه حاجات ثانيه. فعشان نعرف هل هو الضغط لوحده ولا معاه حاجات ثانيه زي حصوات في الكلى او حصوات في الحلق. لا ولا حاجه. فلازم نعمل فحوصات كده عشان نعرف هل هو الضغط لوحده ونقدر نتعامل معاه. وانت عامل كده بهدوء كده ولا يعني ايه اللي مطلوب؟ الاول لازم حضرتك الدكتور يبقى عليك نعمل لك حاجه اسمها فحص بالموجات الصوتيه على البطن والحوض، اتاكد انه ما فيش حاجه سده طريق مجرى البول عشان اتاكد هل بنعرف منه انسجه الكلى شكلها ايه مبدئيا، هل تاثرت بالضغط ولا لا. نمره اتنين حضرتك بتمشي على نظام غذائي، اول علاج ضغط يكون منضبط جدا، بتمشي على نظام غذائي من خفف الاحمال على الكلى وخصوصا اكل البروتينات عشان هي بتحمل على الكلى، وبتشرب سوائل كويس، وبعدين بنعرف هل دي حاجه نتيجه الضغط بنمشي مع علاج امراض بطن بنكمل عليها، ولا في حاجه جراحيه هنضطر ندخل لا قدر الله في حصوه في الحاله اللي حصوه في الكلى نبتدي نتعامل معاها فورا. لا ما فيش حصوه في المرارة وما عملتش حاجه. المرارة دي مع دكتور جراحه عامه مش مالهاش علاقه بالكلى قوي يعني، لكن انت لو ما فيش حصوات في الكلى موجوده في الموجات الصوتيه مش حاجه، يبقى حضرتك هتنتظمي في علاج الضغط وهتمشي على نظام غذائي بيخفف الاحمال على الكلى وخصوصا اكل البروتينات بنخف منه جدا. كل يخفف البروتينات بالظبط كده بالظبط كده. بس استاذه ساره انت عندك اي سؤال تاني عشان ناخد السؤال عشان بس ندي فرصه للمشاهد؟ طب عندك اي سؤال تاني؟ حضرتك تشربي سوائل كويس. الف سلامه لحضرتك والدكتور هيجاوب حضرتك وشكرا لاتصالك والف سلامه عليك. دكتور احنا عايزين نجاوبها ونقول برضو يعني هي دلوقتي في التحاليل بانت ان عندها مشكله في الكلى. عندها اسمه اعتلال كلوي او قصور كلوي مزمن، وغالبا بنسبه 70% انه بسبب الضغط، ما لم يكن هناك اسباب اخرى جراحيه يعني حصوات سد الحالب او الكليتين او عندها التهابات مزمنه في الكليتين او عندها نقرس عالي جدا وبيأثر على الكليتين نتيجه اكل اكثر من اكل البروتينات او مشاكل في الجهاز المناعي زي امراض الذئبة او زي كده، دول بيأثروا كلهم عوامل متتجمع مع بعضيها تأثر على الكلى. لازم المريض اللي حصل عنده اعتلال كلوي وخسر عنده امراض مزمنه للسكر ضغط يعرف في حاجات اخرى ولا هو بس الضغط عشان يركز عليه، لو في حاجات اخرى تعالج في نفس الوقت مع الضغط. طب يعني تنصحها بايه؟ تعمل اشعه الاول؟ الاول تعمل موجات صوتيه. قالت لي انا عملت اشعه ما فيش حصوات، الموجات الصوتيه على البطن والحوض طبعا تحل البول، بنعرف اول حاجه تحل البول نعرف منه في صريد في البول او التهابات كتير ولا لا، لو في صريد عارف نعمل مزرعه البول عشان نعالج التهابات اللي فيها عشان ناخد المضاد الحيوي المناسب، املاح قد ايه في البول ونوحها، ونعمل تحليل نقرس في الدم لو النقرس عالي نعالجه فورا، ونطمن حاجات الجهاز المناعي اللي هو خصوصا امراض الذئبه الحمراء والروماتويد و لو في حاجات دي لازم تعالج في نفس الوقت مع علاج الضغط، يبقى كده نخف كل حاجه بتاثر على الكلى هنتعامل معاها. هنتعامل معاها. يبقى الكلى تقدر توصل لمستوى المريض يعيش بيه بدون ما نوصل لمرحله الغسيل. طب دكتور احنا كنا بنتكلم بنقول ازاي نكتشف ده في البدايه خالص عن طريق البول، وحضرتك بتقول تغيير لون البول في حد ذاته ده مؤشر ان في مشكله في الكلى. بالظبط. طيب. هو ده برضو المرايه ربنا عملها برضو من ضمن اجهزه الانذار المبكر ان حصل حاجه في الكلى. البول ده شكله قلت لك زي ما قلت لك نزل فيه دم، البول نازل معكر، البول نازل فيه قطع زي الانسجه كده بتنزل قدامه بيشوفها بعينه، بينزل فيه حصوات بحس حاجه بعدي حصوات بينزل حاجه زي الرمل. البول مرايه بنبص فيها بيديني المريض بيشوف حاجه بعينه، واحنا بقى بنعمل تحليل البول بنبص على 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 الصوره الثانيه بقى اللي هي الكلينيكيه بقى، البول ده في صريد بس ولا في صريد مع في دم في البول ولا في املاح ونوع الاملاح ليه ولا في زلال في البول والزلال قد ايه، كل دي حاجات مؤشرات لينا احنا كاطباء بنمشي وراها عشان نوصل للخطوه اللي هنعملها بعد كده في الفحوصات عشان نوصل السبب ده جاي منين. يعني البول ده مؤشر ما بيديني المريض بياخد باله من حاجات بيقول لي عليها وانا بكمل بقى بالفحوصات. طب في ناس تقول المفروض لون البول شفاف يعني هو البول هو شفاف ترانسبرنت بس لونه ايه اللي هو البول امبر يلو اللي هو الصرار عارفه لون العنبر بس خفيف الامبر يلو احنا بنسميه كده الامبر يلو اللي هو لون العنبر الخفيف اصفرار خفيف اه ويتغير لونه انت بقى لو انا شربت صرار كتير جدا لان الصرار ده راح خففت البول جدا بقى لونه زي الميه. ما شربتش صرار كتير البول يغمق يبقى لونه بقى اصفر داكن حسب انا شارب سوائل قد ايه.
حسب ان انا شارب سوائل قد ايه بالظبط كده. يعني الميه دكتور شربها بيفرق في الكلى؟ بيفرق طبعا. ما انا قلنا زي ما قلنا في الاول انه جسمي محتاج احتياجاته اليوميه لازم اديها له. لو ما راحش للكلى كميه السوائل الكافيه ما يحصلش فلتره. الكلى بتخلص الجسم من الحاجات اللي هي الفيضانات ايه؟ عن طريق انها بتدوب في الميه، انها بتدوب بتنزل الميه الدم بيخش للفلاتر بتاعه الكلى، بيحصل فلتره بتطلع الحاجات اللي الجسم مش عايزها عن طريق انابيب الكلى، الحاجات الفضلات تحول الغذائي خصوصا البولينه والكيراتينين واملاح زائده وشويه ايونات بتطلع دائبه في الميه. لو منع عنه شرب ماء كويس هتترسب زي النقرس مثلا، يروح سارد الانابيب بتاع الكلى من جوه، الكلى مزوله من داخلها من جوه زي ما صورت الميه محطوط امان زي جوه. يعني يا دكتور ساعتها بقى اللي بيشرب ميه يخلي كمان باله من حجم الكميه اللي بيشربها هي اللي بيخرجها ولا بالزبط. بالزبط. لو هو بيشرب كميه وما بيخرجش معناها ان في مشكله في الكلى او في مشكله في القلب، يلاقي جسمه يورى. يعني انا بشرب مثلا حصل تورمات في الرجلين في الوجه فلما يحصل مشكلات لازم يتحرك، لازم المريض يتحرك فورا، يروح الدكتور بتاعه يبتدي يعرف المشكله جايه منين. يعني طب دكتور خالد معانا اتصال من استاذه دعاء. الو استاذه دعاء. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا فندم. حضرتك انا بخش بطن الحمام كتير بول بس ميه بسيط. يعني حضرتك بتروحي كميه صغيره وترجعي كميه صغيره وترجعي. ايوه كل شويه يا دكتور. طب في حرقان في البول حضرتك؟ لا حضرتك مش عارفه والله. طيب في 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 تغير في لون البول؟ لا انا بعمله على كذا يعني كذا كل شويه، يعني كل شويه اخش لا لون البول مش متغير؟ لا لون البول عادي مش طيب. عارفه ما شفتوش. حضرتك عندك سكر او حاجه؟ انا عندي ضغط بس ما عملتش السكر. طيب يعني اما اروح الحمام هجاوب حضرتك على السؤال. عندك اي سؤال تاني؟ هجاوبك على السؤال. عندك اي سؤال تاني يا استاذه دعاء؟ على السؤال. عندك اي سؤال تاني يا استاذه دعاء؟ هقول لحضرتك اهو. عندك اي سؤال تاني؟ بقول لحضرتك انا عندي 29 سنه. ايوه ما تقلقيش حاضر ربنا يديك الصحه. عندي والدي عنده السكر. ممكن ما تلاقيش عارف ان عندك سكر، انت اخر لازم تاكد ساعات في حاجه حامل وراثي بالسكر، لازم نعرف ايه. ما فيش سكر بس انا ما عملتش تحليل سكر برضه. نعمل عشان نطمئن عليك. هقول لحضرتك هنعمل ايه. ايوه كل شويه اخش الحمام زي نسبه بسيطه خالص يعني نقطتين. حاضر. بص ميه ساعات اعمل ميه كتير كل شويه. حاضر. على فترات. حاضر. الف سلام عليك يا استاذه دعاء، والدكتور هيجاوب حضرتك وشكرا لاتصالك. دكتور هي والدها المشكله دي هي قالت معلومتين. معلومه الاول انها بتروح حمام كتير وكل مره شويه صغيرين وترجع لما اتنين انه والد عنده سكر. ايوه فممكن يبقى عندها سكر في جزء منه عامل وراثي، لازم تتاكد اخرى عندها سكر ولا لا، عشان السكر ممكن هي نفس الاعراض. طب تعمل سكر تراكمي ولا سكر؟ لازم تعمل اول تعمل تحليل بول، لان السكر عارف بتبدا تعمله في الدم بقى تراكمي وصايم وفطر كده. الاول بنبدا بالقصه بتاعه المدام تحليل بول، ممكن نلاقي فيه بقى التهابات، ممكن نلاقي املاح عاليه، ممكن نلاقي سكر عالي. دي المشكله الاساسيه اللي بتنا عليك. في بعض المثانه الناس اللي بتروح الحمام كتير دي في عندها شقين، شق اسمه المثانه العصبيه او المثانه النشطه. المثانه العصبيه بتيجي خلل في الجهاز العصبي في مكان ما وخصوصا الجزء الاعلى، بيحصل تهيج في المثانه عايز افضي البول دلوقتي مش طايق البول. او المثانه النشطه الاوفر اكتف اللي هي عندها المثانه في مشكله في العضلات بتاع صاحب المثانه نفسها برضو عايزه تنزل بول كل شويه. نمره 2 المثانة دي في حاجة اسمها المثانة المتليفة، بيحصل حجم المثانة بيصغر، ده مرض برضه في خلل في الجهاز المناعي بيخلي المثانة تصغر، فبقى كمية البول اللي تنزل فاضية دلوقتي ما تشيلش كمية بول كبيرة. فلازم ما دام تعملها فحص زي ما قلت لك هنعمل تحليل البول، نتأكد إنه في سكر، أي صريد نعالجه التهابات يعني، أي أملاح نعالجها، ونعمل لها فحص المثانه دي فيها مشكله، ممكن في حصوه في المثانه ومش واخده بالها حصوه تخليها كل شويه تروح الحمام. فيها لا قدر الله في حاجات اخرى لازم برضه نتاكد في المثانه في حاجات اخرى جوه، لا عن طريق اول مبدئي كده من الموجات فوق الصوتيه. ده يبان بعد كده ممكن بالظبط ممكن نعمل كل حاجه ما نلاقيش حاجه خالص ما نلاقيش حاجه، فبنعمل حاجات اخرى بقى في التهابات من نوع اسمها التهابات المتخصصه في امراض التهابات المتخصصه زي حاجات زي الدرن وخلافه بيدي نفس الاعراض دي بس معاه شويه عكاره كده في البول. في حاجه اسمها تغير خلوي جوه المثانه، بيحصل مشاكل
في الانسجه بتاع المثانه الغشاء المخاطي بدايه تغير لحاجات مش يعني مش يعني مش عايز فبنعمل حاجه يحصل تورم اورام او اسمه التحليل الخلوي. بنعمل تحليل خلوي في البول ممكن يدينا اشاره ان في حاجه جوه. ساعتها اروح عاملين منظار بقى على 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 المثانه وناخد معاينات عشان نعرف لا قدر في حاجه في الانسجه بتاعه الغشاء المخاطي على المثانه ولا لا. فهي الموضوع لازم يتاخد من كل كل الاتجاهات. ما ينفعش ان احنا ناخد جزء ان هو بس بالزبط. ان انا بعمل بول بكميات قليله او محتاج نعمل حاجه اسمها دراسه ديناميكيه التبول، دراسه على 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 الاعصاب والعضلات بتاعه المثانه. ممكن الاقي طالع مثلا نشط طبق المثانه العصبيه، مشكله في الصمام بتاع المثانه مش بيفتح كويس عشان نفضي البول فعايز اروح كل شويه تاني. فعايز تعمل فحص كامل ودراسه كامله للقصه كلها ايه السبب وهنتعامل معاه. طب دكتور خالد معانا اتصال الاستاذه تهاني. الو. ايوه الو. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا دكتور لو سمحت دكتور اسم حضرتك خالد ايه؟ علوة. اهلا. طب اهلا وسهلا. انا يا دكتور انا برضو كرياتينين بيعلى عندي. حضرتك عندك كام سنه؟ عندي 70 وعندي الحمد لله السكر والضغط. تمام تمام. طيب كنت بتابع مع دكاترة يعني وقالوا لي ما تشربيش الميه الا لتر واحد في اليوم. طب ازاي الميه هتنزل يا دكتور؟ بالظبط ما فيهاش حاجه اسمها لتر واحد في اليوم حضرتك. انا عندي ربنا خلق جهاز في جسمي. دكتور خالد معلش استاذه تهاني ممكن استاذنك توطي التلفزيون شويه عشان الصوره بي... معلش طبعا حبيبتي عشان احنا مستمعيني كويس عشان نقدر نجاوبك. اه يا دكتور بصي لو سمحت اتفضلي. تدريجيا الكرياتينين لغايه ما وصل 8 دلوقتي. 8 لا 8 وصلنا لمرحله هامه جدا يعني يعني ده برده مش حاجه كويسه. لازم انا ما عنديش اي اعراض يا دكتور. ما هو ما سالناش الاعراض. ما انا مش هستنى بيحصل بقى اعراض لان اعراض لو عليت هتبقى مشكله. ما انا مش عايز طبعا حضرتك اكيد ماشيه مع حد بيتابع حضرتك من الدكاتره مش كده؟ ما قاليش نفس اللي قلتها دلوقتي يا دكتور. ما قاليش اعملي التحليل البول والكلام ده كله ما قاليش. حضرتك انت حضرتك ساكنه فين؟ انا ساكنه في العرب. طيب يعني انت ممكن تشرفينا في المعهد القومي للكلى والمسالك البوليه لو انت في اكتوبر. لا لا اللي في المطريه. في المطريه يا انا لو قدرت تشرفينا يا اما حضرتك جنبك مستشفيات كتيره جدا برضو لان هيتعمل مش حضرتك مش موضوع بس ده هيتعمل تقييم كامل لحضرتك بقى. مش هتعملي فحص واحد ده انت هتعملي مجموعه تحاليل. ده تحليل رقم عالي قوي بتاع بتاع وظائف الكلى. طيب الله يبارك لك. انا يعني ايه بصي يا دكتور بنزل يعني الميه طول اليوم بس قليله يا دكتور. ما عنديش حرقان ولا اي حاجه الحمد أيوة لله. ايوه ايوه بس ايه البول فيه رغاوي بيضه كده يا دكتور. بالظبط. هو حضرتك أيوة. حضرتك عندك للاسف حاجتين بيتعبوا الكلى جدا. طب عندك اي سؤال ليها يا دكتور؟ في اي حاجه ثانيه حضرتك عايزاها تقولها ولا عايزاها تقولها؟ استاذه تهاني طب خلاص رح اسمع من التلفزيون. او ممكن ما تقفليش تاخدي رقم الدكتور وتتواصلي معاه وتعرفي مكانه فين عشان تروحي له. هو المعهد القومي يا جماعه المعهد القومي تحت امرها في المعهد القومي معمول عشان خاطر الحالات زي دي. عشان طيب الله يبارك لك يا دكتور. طب والف سلام عليك يا استاذه تهاني وشكرا لاتصالك والدكتور هيجاوبك. طبعا المدام بتقولي بقى ان في هي دي بقى المشكله يا دكتور. الناس فاكره مش عايزه اعراض. لازم اعراض يا جماعه. الكلى مش لازم يبقى لها اعراض يعني ممكن ما تحسيش باي اعراض ولا حتى اعراض في البول ولا تغيير لون البول وانت عندك مشكله في الكلى. بالظبط. هي وصل قالت لي رقم عالي جدا للاسف 8 2 8 ده ودخلنا مرحله يعني مرحله عاليه قوي قد تؤدي الى ان احنا نخش فعلا الغسيل. بس الاول يعني مش عايزين نخوفه بس احنا عايزين نعرف قد يؤدي. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف حصل ايه في الكلى يعني لسه التقييم. هو عندها سكر وضغط دول من اهم حاجات بتاثر في الكلى. تم ايه اللي حصل؟ اكيد الزميل اللي ماشي معاه يعني عارف تقييم بتعمل تقييم كامل بقى للكلى. الكلى دي ماشيه بأني طريق؟ هل الكلى اللي اتاثر بسبب سكر الضغط بس ولا في حاجات تانية مع سكر الضغط زي ما قلنا قبل كده خلف الجهاز المناعي الروماتويد المقرس اللي بيكون عالي ما يكون عندها ذئبه. هل هو سكر ضغط بس ولا في حصوات كمان في الكلى وسد الحالب؟ انا ما عنديش قصه ثانيه ما عنديش الصوره دي. التقييم ده لو في حاجه جراحيه سد بنطر ندخل فورا عشان نفضي الكلى يعني يا ما حد حصل سد الحالب لا قدر الله نحط انبوب في الكلى حاجه مزروحه انبوب في الكلى عشان تفضي الكلى كتير الكلى ترجع بنسبه كبيره.
فلازم التقييم مش هينفع لازم ولازم سريع يعني ما تهملش بالظبط. يعني يا استاذه تهاني الدكتور بيقول لحضرتك ان انت لازم تتوجهي للمعهد القومي بالظبط وهتلاقي ولادك واخواتك في انتظار حضرتك هناك بتجيب عادة كلها وتشرف في المعهد هتعمل لك كل حاجه كل الفحوصات اللازمه عشان القرار بتاع الكلى احنا ماشيين فين يعني الكلى دي هتدخل دلوقتي وانقاذ ممكن انقاذه ولا مش لسه ما اقدرش نقول معلومات الا لما نشوف التقييم كامل تم فيه ومش لازم تكون فيها وجع او الام او حرقان او اي مشكله ماشي صوت قدامك حاجات امراض مزمنه شغال كده في هدوء وعمال ياثر على الكلى امراض السكر والضغط فما دام يعني حضرتك بس الموضوع بتاعك مش موضوع سهل موضوعك هتاخد فيه قرار هام طب دكتور اللي نصحوها انها تشرب ميه قليل ده فعلا حقيقه صح ولا لا جهاز التحكم اللي هو استنزار السوائل اللي هو جهاز العطش في خلايا ربنا خلايا مستقبلات بتقول لي الجسم عايز ميه قد ايه يعني اول ما عطش بيجي لي احساس بالعطش فانا عندي بحب اقول لكل المرضى بتوعي دايما خليك حاسس انك انت مروي ما انتش عطشان ولا انت شرب ميه كتير ولا انت عطشان يعني ايه انك مروي او بحس انك عطش اروي عطش انت ما تبقاش توصل لمرحله ان انت تحس انك عطشان بقى عطش بالجفاف اول ما الجسم ده بيديني اشارات عن طريق المستقبلات الريسبتورز دي بتقول لي الجسم نفسه ناقص في السوائل اشرب لغايه ما اوصل ان هي خلاص ساتيسفايد ناو مش عطشان دلوقتي يبقى الجسم فيه كميه سوائل كافيه فمثلا الناس اللي عندهم بقى بتقول له اشرب على قد عشرك بس ما تزودش قوي وما تعطش عشان ايه ما يحصلش عرق في الجسم طب دكتور خالد جالنا اتصال بس هي مش حابه انها تتكلم في التلفزيون بس عايزه تسال سؤال هو مش موضوع حلقتنا بس عايزين برضو نجاوبها هي عندها سلس بولي وللاسف عندها عدم تحكم يعني بتبقى قاعده والبول بينزل منها غصب عنها بالظبط نقول بقى برضو هل هي سنها قد ايه؟ كان عدد مرات الولاده وولدتها قد ايه؟ في عندها مشاكل في الجهاز العصبي والجهاز العصبي وخصوصا في مشاكل العمود الفقري هل هي في عندها سمنه ولا لا الحاجات دي لازم كلها نعرفها يعني انا بنقول لها تسلس بودي ليه اسباب كتير جدا 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 واهمها واشهرها كسر الحمل والولاده خصوصا مرات الولاده الطبيعيه بيحصل شويه ارتخاء في عضلات الحوض ما بيخليش الصمام يقفل كويس لما تنزل زي ما قلنا لحضرتك بقى كان مثلا العصبيه هفضي البول دلوقتي هينزل من دلوقتي زي ما حضرتك قلت في البدايه مثلا عصبيه دلوقتي الحمل ولا هينزل غصب عني في حاجات لازم عشان نرد على السؤال لازم في فحوصات تتم بزبط. طب ايه التحاليل اللي تقدر تعملها والاجراءات يا دكتور اول حاجه تعملها اول عندها سكر ضغط ولا لا عدد مرات ولاده ولا لا سنها قد ايه عدد مرات ولاده ولا لا في عندها مشاكل في الجهاز العصبي ولا لا اول حاجه مبدئيا كده مبدئيا بنعمل كشف الكلينيكي ممكن حاجه الاقي سقوط حاصل في 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 عضلات الحوض والراحه النازل اللي تحت بيسموه بالبلدي كده سقوط في سقف البدن طب ده تعمله اشعه دكتور لازم فحص الكلينيك الاول وبعد كده بعمل له فحوصات اخرى اشعاعيه وبعد كده بعمل له حاجه اسمها دراسه الميكيت التبول يعني بيقيم بخطوات في سقوط حاصل بيروح شاد على عضلات العنق مثلا يفتح خلي العنق مثلا يفتح البول ينزل غصب عنه بيرجع مكانه بعمليه جراحيه بتعاد البوزيشن الطبيعي بتاعه خلاص الامور بتتنظم في ساعات ضعف حصل جامد جدا في صنبه طلع عمله عمليات تعليق لعنق المثانه تعليق ده عن طريق حاجات في شريطه معينه مواد معينه برفع بيها عنق المثانه او بستخدم انسجم الجسم نفسه ارفع عنق المثانه حسب بس التقييم لازم تتقيم كويس للشيء فلازم تروح يعني لازم تتوجه للطبيب عشان بالظبط المسالك بقولها دكتور امراض نسمع بعض بيبقوا تيم شغال هما الاثنين مع بعض بالظبط بيبقى نعرف ايه المشكله اللي جايه مني وبقى نتعامل معاها طب دكتور خالد معانا اتصال من استاذ حمدي الو يا استاذ حمدي ايوه يا ستي اتفضل سؤالك للدكتور اهلا بك اهلا بحضرتك ودي فضلك انا يعني عندي البول ساعات يبقى ماشي كويس ويعني عندي سكر حضرتك عندك كم سنه يا استاذ حمدي عندي 70 سنه 70 سنه ربنا يديك الصحه عندك سكر وعندي ضغط تمام ودايما التراكم بتاع السكر بيطلع 7.2 من 10 تمام يعني تقريبا انا محافظ على السكر بقدر ما يمكن يعني تمام الجانب الاخر ان انا عندي ضغط وبرضه محافظ عليه جدا يعني دايما قياسات الضغط بيطلع مظبوط تمام الكرياتينين في الكلى اخر مره طالع 1.2 من 100 ممتاز انا بتابع يعني دايما على طول بعمل تحليل كلى ممتاز رحت لدكتور عشان يعني اشوف البروستاتا ايوه فكشف اكلينيكي وكمان عملت اشعه البروستاتا ما فيهاش حاجه تمام وعملت أشعة عادية كده قال لي بقول ما فيش حاجة تمام لكن اللي أنا لاحظه إن أحيانا البول يفك لوحده ويبقى ممتد جدا أيوه وأحيانا ينزل بحرقان
بحرقان في نهايه حتى في الجماع برضه في نهايه الجماع يبقى في حرقان. تمام. الحاله ما هيش ثابته يعني ساعات تبقى كويسه قوي وساعات تحصل الحاله دي. تمام. فدي تبقى ايه بقى عايز افهم وهتواجه ازاي. حاضر هقول لحضرتك حاجه. الف سلامه عليك. في اسئله اخرى؟ لا شكرا. تحت امرك. الف سلامه لحضرتك استاذ حمدي شكرا لاتصالك. هنجاوب الاستاذ حمدي. استاذ حمدي في عنده كذا عامل، عامل السن اولا 70 سنه، نمره 2 عنده سكر وضغط. القصه بتاعت انه البول ساعات ينزل كويس وساعات ينزل ضعيف، ساعات ينزل عايز ينزل غصب عنه دلوقتي، ليها الشقين دول. اولا كل الرجال بلا استثناء بعد سن 45 سنه بيحصل حاجه اسمها تضخم الشيخوخي للبروستات. هيحصل عند كل الرجاله بلا استثناء. ده تيجي تغير هرموني في الجسم، تكبر غدد البروستاتا شويه. ده العامل الاول المشهور. ما اتنين استاذ حمدي عنده سكر، فالسكر لو كان عالي مش منضبط، خصوصا بيقول التراكمي على 7 ده عالي بالنسبه لنا عالي. يعمل حاجه اسمها التهابات متكرره في المثانه والبروستاتا، ويعمل ارتخاء في عضلات المثانه، قدره المثانه على الضغط عشان تخلي البول يفضى تبقى ضعيفه. يبقى ضخ البول او دفع البول ضعيف. استاذ حمدي لازم يتم التقييم، اولا ممكن يلاحق زميل اللي شافه ان البروستاتا كويسه، حجم البروستاتا كويس جدا. ممكن في وقتها يكون الحجم كويس. كويس. لا مش كبير قوي، لكن مش انسداد بتاع البروستاتا مش بالحجم، ممكن تلاقي بروستاتا كبيره جدا جدا ومش قافله البول، بروستاتا صغيره خالص قافله البول. بنعرف ايه بقى ازاي، ليه علاقه؟ بنعمل حاجه فحص الكلينيك اول زي ما قالوا كده، وبنعمل تحاليل زي ما بقول في حرقان بيحصل له بعد البول وبعد اللقاء الزوجي، ممكن في التهابات نعمل تحليل بول عشان نعرف. وساعات بنعمل حاجه اسمها تحليل سائل بروستات، نعرف اسم الميكروب اللي عنده والدواء اللي اللي هو عشان يتعالج. وبنعمل حاجه اسمها دلالات بروستاتا، السن ده بنعملها فوق، بنعمل حاجه اسمها البي اس اي، تحليل دلالات معينه كده في البروستاتا عشان نعرف فيها مشكله ولا لا. وبعد كده بنعمل بقى اشعه اللي هي فحص بالموجات فوق الصوتيه، بنعمله بطريقه معينه، بخليه يعمل اشعه دكتور زي ما اشعه وبطنه مليانه مثلا مليانه ميه، وبعدين يروح يقول له فضي في الحمام ويرجع لي تاني يشوف هل كل البول اللي في المثانه نزل او في راسه كميه صغيره، ولا جزء كبير اللي هو سيجنيفيكانت بقى ما نزلش كويس. دي لها دلاله عندنا ان في سريان البول مخنوق، يا اما البروستاتا يا اما تخاف عضلات المثانه. وقد نضطر ان نلجا لما نلاقي المثانه كبيره قوي في شايله كميه بول كبيره جدا، معناها في تخاف عضلات المثانه. ساعات بنعمل بقى حاجه اسمها دراسه نمكيه التبول، المثانه دي بقت اتونيك، ساعات بنركب قسطره عشان نفضي يعني قصه برضو الاستاذ حمدي محتاج الفحص ده. الفحص ده عشان ناخد القرار هل ده بسبب البروستاتا بس ولا بسبب ضغط السكر ولا ايه؟ ولا ارتفاع عضلات المثانه. هو الحمد لله بيقول تحليل وظائف الكلى ممتازه جدا، معانا السكر الحمد لله ما تمكنش من الكلى هو والضغط. الحمد لله. ودي حاجه كويسه، لكن الجزء اللي تحت ده بقى لازم يتفحص كده، فحص الكلينيكي اللي الاستاذ حمدي عمله بالاضافه للمواد الصوتيه اللي قلنا لحضرتك عليها بالطريقه اللي هتعمل، زائد تحليل بول طبعا، وقد نعمل تحليل سائل البروستاتا وتحليل الدم للبروستاتا. وبعد كده بقى من خلاص القرار بتاخد ده، لا ده محوش ابوه جامد جدا وقرر نعمل عمليه في البروستات، ان احنا نشيل البروستات، ولا دي نتيجه السكر وضعف عضلات المثانه، بندي حاجات نحط اثرها فتره كده وندي حاجات تنشط عضلات المثانه بحيث يقدر يتبول لوحده، وندي ترايل ونفتح عنق المثانه بادويه معينه قد يتبول بقى كويس. فما اقدرش اقول له القرار الا بعد هذه المعلومات. الفحص. بعد الفحص. تمام. طب دكتور خالد معانا اتصال من استاذ هاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ هاني. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا ميرسي لحضرتك. يا دكتور انا من 5 شهور كنت الميه تنزل لوحدها. الميه ايه؟ تنزل لوحدها. تنزل كتير كل الميه عندي تخش الحمام. يعني عاد مرات التبول بيزيد. تمام. رحت عملت اشاعه قبل وبعد البول ولا غير البول. ايوه. فقال لي انت عندك ميه كتير. بيتحوش ميه كتير جوه. ده بيعمل اشعه مقطوعيه. ايوه. عملت اشعه مقطوعيه حلزونيه. ايوه. قال لي انت عندك تضخم بالبروستات. انت حضرتك عندك كام سنه يا استاذ هاني؟ 45. تمام. في ضغط او سكر او حاجه؟ لا لا مفيش حاجه. بتدخن؟ تمام. تمام وبعدين؟ وبعدين عملت الاشعه وماشي بقالي 5 شهور على الدواء. مديك دواء للبروستات. طب لما خدت الدواء الامور اتحسنت ولا لا؟ اتحسنت بس مبطل الدواء بتعب. بتبطل الدواء بتتعب. تمام يا استاذ. تمام يا استاذ. في حاجه ثانيه عايز اعرفها؟ عندي حرجان في جنابي، حرجان. تمام. وحرجان نازل من الجنب نازل كده على مصر على الحوض. تمام يا استاذ هاني. تمام. لون البول بيتغير ولا حاجه؟ هو مره عادل ومره اصفر. تمام. تمام يا استاذ. بس كده. تمام يا استاذ هاني. شكرا. الف سلامه لحضرتك والدكتور هيجاوب لك. شكرا لاتصالك. دكتور. السلام عليكم. استاذ هاني طبعا قال لي معلومه ان هو سنه في 45 سنه في بدايات
دي بدايات امراض البروستات. بدايات تضخم، بدايه في اولها، في اول اول يبتدي يحصل التغير الهرموني في السن ده. بيقول لي انه عمل فحص بالاشعه قال له محوش بول جوه، ففي مشكله دلوقتي انه فعلا البول كونوس بينزل. هل ده بسبب البروستات لوحديها ولا حاجات اخرى؟ لازم نعرف. ساعات بيبقى في مشكله نتيجه في الاعصاب، في الجهاز العصبي، عامل ارتخاء في عضلات المثانه، او عنده مشكله في عصب المثانه هو مش واخد باله سد طريق البول، او عنده مشكله في الصمام بتاع البول ما بيفتحش كويس، يعني الصمام عشان يخرج بتاعش. فبرضه الذهني محتاج يعمل تقييم بالاضافه للموجات الوسطيه اللي بيقول ان البول عالي فيها، ان محوش بول كتير جوه، اسمها دراسه ديناميكيه التبول. هعرف من عضلات المثانه اخبارها ايه، واعرف الصمام بتاع البول اخباره ايه. ثاني طبعا بيدخن فياريت يقلع عشان التهابات بيحصل مع بيحصل التهابات كل شويه، والتهابات برضه يديله احساس انه عايز يتبول مش عارف يفضل بول كويس. فلازم يعني هنعمل فحص كامل بقى للذهاني، هيعمل تحليل بول وهيعمل دراسه ديناميكيه التبول عشان تاخد قرار هل دي بروستاتا بس، وساعتها نضطر للتدخل، او مش نتيجه البروستاتا خالص، دي حاجه في الجهاز العصبي بيتعامل معاها، لازم القرار يتاخد بعد دي يعني. طب باذن الله دكتور خالد معانا اتصال من استاذ محمود. الو يا استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. من الاصوات ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضل. اتفضل. بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي 20 سنه وعندي التهابات في البروستاتا. تمام. عندي اغلب اعراضها يعني، فبنحس ساعات ان جنابه وجعاني او الميه ماشيه بجنبي كده. ايوه. فخايف يكون بتاثر على الكلى او حاجه. انت يعني الاعراض اللي عندك في مشكله في البول، بيقول الميه بتنزل في حرقان؟ ساعات بتنزل بطيء شويه. بتنزل مخنوقه شويه؟ وعلى فترات بتقطيع كده. بتقطع وهي نازله. وبتنزل بجنب، بتقولي بتنزل بجنب. ايه؟ وبتنزل بجنب. انت طبعا لسه مش متجوز مش كده؟ لا لا. طيب. لون البول بيتغير يا استاذ محمود؟ ده كان سنه كده. طيب ماشي يا استاذ محمود، هنجاوب حضرتك. عندك اي سؤال تاني؟ الف سلامه لحضرتك يا استاذ محمود، والدكتور هيجاوبك. دكتور خالد طبعا بيقول لي السن بتاعه صغير 20 سنه، ده سنة صغير جدا. اللي يعوق سريان البول عنده حاجه تبقى غير البورسيتا خالص، عنده ممكن عنده التهابات مزمنه بتديله احساس كل شويه عايز يروح حمام وكميه البول الصغيره تنزل، يا اما عنده مشكله في مخرج البول، في سريان البول، مشكله في 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 قناه مجرى البول نفسها، خصوصا البول اللي بول بينزل بالجنب بيحذف في جنب كده شويه، او مشكله في الصمام بتاع البول، في الصمام بتاع اخراج البول، في مشكله مش بيفتح. فلازم استاذ محمود يا ريت يعني انت لازم تتشاف كويس، وقد نحتاج نعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه طبعا البروستاتا وفيها التهابات لازم نعمل تحليل سائل البروستاتا، وبنعمل مزرعه عشان العلاج بتاعه. بس ما اظنش ان عندك القصه دي، لان انت ما فيش، انت لسه غير متزوج ومش عندك مشكله. يبقى لازم نعمل الاول حاجه التحليل البول نطمن منه، وهنعمل دراسه ديناميكيه التبول اشوف ايه في مشكله في العضلات في الصمام وحاجه، وهنعمل حاجه قد نحتاج لعمل حاجه اسمها اشعه صاعده على قناه مجرى البول والمثانة. انا ممكن الاقي ضيق في قناه مجرى البول، انت مش واخد بالك، ضيق في الفتحه الخارجيه بتاعه البول خالص عند مخرج البول، فلازم حضرتك تتشاف. وممكن تجيب لنا برضه شرف المعهد القومي للكلى في المطريه، وهتعمل فحص عليك وهتعمل لك اللازم ان شاء الله. طب دكتور خالد معانا اتصال من استاذ عادل. الو. الو. اهلا وسهلا. سؤالك للدكتور استاذ. صباح الخير يا حبيبي، ازيك؟ تنورنا. لو سمحت انا عندي كرياتين ما بين 1.5 و1.8. حضرتك عندك كام سنه يا استاذ عادل؟ 78. في ضغط او سكر او حاجه؟ ضغط وسكر طبعا. تمام. عندك مشاكل في حصوات وعملت عمليات قبل كده في الكلى ولا حاجه؟ لا، عملت البروستاتا. شلت البروستاتا بالمنظار؟ لا، تبخير. بقى حضرتك عاملها بقالك قد ايه؟ بقالي حوالي 3 سنين. سريان البول كويس؟ كويس. تمام. تمام يا استاذ عادل. ايه اكتشفت ان وظائف الكلى عند حضرتك عاليه؟ واحد يعني الاسبوع اللي فات محلي 1.8. تمام 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 يا استاذ عادل. في اعراض اخرى حضرتك بتشتكي منها؟ لا. تمام تمام يا استاذ عادل. عندك اي سؤال ليه تاني يا دكتور؟ لا خلاص انا مش عارف. شكرا لاتصالك يا استاذ عادل، والدكتور خالد هيجاوب حضرتك. دكتور طبعا هو الاستاذ عادل بيقول لي انه عمل عمليه بورساتا، يعني مش عنده مشكله في سريان البول خالص، المشكله انه حصل ارتفاع في وظائف الكلى، ارتفاع طفيف
قد يكون نتيجة انه عنده سكر وضغط ومش ان كنترول مش متزبطين فأثروا تأثير يعني غالبا ده بالنسبة العالية جدا. او ارتداد الابناء من العملية كان عنده احتباس بولي مزمن قبل ما يعمل عملية البروستاتا من فترة, فاحتباس البول المزمن ده خلى حصل شوية قصور في انسجة الكلى. يعني ما بيحصل احتباس بولي مزمن البول مش عارف ينزل فبيأثر بيعمل رد فعل عكسي على الكليتين قد يؤدي الى حدوث فيها مشكلة تبقى ماشية ببطء عشان تخف. فطبعا عادل لازم يتأكد من السكر ده بتوع مظبوطين وبيعمل مواجهات فوق صوتية على البطن والحوض عشان يشوف انسجة الكلى فيها مشكلة في تضخم في انسداد في مشكلة, وبيتم بقى العلاج حسب ده. لو لقينا سكر ضغط بس بيظبط سكر ضغط وبيظبط اكل البروتينات ويشرب سكر كويس الكلى بتستقر ماشي كويس قوي. لو في نتيجه لسه بقى اللي خاضها في انسداد لسبب ما البول مش نازل كويس حاجه مشكله في الحالب او الكلى بنتصرف معاه بقى طرف جراحي قد نحتاج العمل بعد كده نركب دعامات في الكليتين او منظار على الحالب نعرف القصه ايه لازم يتخلص. نعرف المشكله سببها ايه بالظبط. دكتور خالد في كتير برضو من بعض الاشخاص ساعات بيكتشفوا ان هم عندهم حصوه وحجم الحصوه مش كبير ايوه ويهملوا بقى في العلاج, يعني بيتاخد مثلا حاجات معينه زي اللي هي البودره اللي بتدوب الحصوه والكلام ده كله بيبقى لها مقادير معينه بيهملوا أيوه. ويقولوا انا بنسى اخدها انا ما بشربش ميه كتير انا مش عارفه ايه. نتيجه الحصوه دي ممكن تعمل ايه في الكلى حتى لو حجمها صغير؟ بالظبط نقول هو الحصوه دي حسب موقعها في الكلى او في 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 في, في سريان البول في اعاقه عامله اعاقه سريان البول في الحالبين او في عنق المثانه او في قناه مجرى البول. في حصوات دي زي ما قلنا لحضرتك قبل كده احنا كنا كنا في موضوع قبل كده في نوع اسمه النوع المعتم اللي هو ايه الحصوه فيها كالسيوم كتير جدا في املاح الكالسيوم تلاقي لون يعمل اشعه الاكس راي العاديه اللي هي باينه قدامنا كويس جدا. طب خلينا نتكلم عن انواع الحصوات بس ناخد اتصال عشان بقى له فتره استاذ رمضان فضل. الو ايوه اتفضل سؤالك للدكتور خالد اتفضل. السلام عليكم دكتور. انا استاذ رمضان اهلا بحضرتك. انا عندي دلوقتي مثلا فاضيه ميه وفي مجال ميه. انت حضرتك عندك كام سنه يا استاذ رمضان؟ 60 سنة. في ضغط او سكر؟ لا عند في ضغط او سكر ولا مفيش؟ لا مفيش. في وعندك تضخم في البروستات عرفت ازاي؟ يعني الاشعة يعني كشفت وعمل لك اشعه وقال لك في تضخم في البروستات. طب هل التضخم ده بيعوق سريان البول ولا لا؟ يعني الدكتور اللي كشف على حضرتك قال لك محتاج تدخل ولا لا؟ البول ضعيف خالص يعني البول مخنوق. تمام. فايه اللي حصل بعد كده تاني بقى؟ حصل مشاكل في ها؟ يعني ممكن يكون تفاوت واحد في يعني ما بين ما يكون عندي اساس ماء طيب يعني عندي حمام. في عايز اغسل الحمام كل شويه. بس ما يعني كميه قليله. نعم؟ تصير كميه قليله. يعني ايه؟ والماء مجنون. بالظبط يا استاذ عادل. عندك اي سؤال يا دكتور خالد؟ عندك اي سؤال تاني يا استاذ رمضان؟ شكرا عشان حضرتك والدكتور خالد هيجاوبك. دكتور خالد طبعا هو جهني على طول دخل على التارجت على طول بالظبط قال تضخم في البروستات بالظبط وقال انه عندي وعايز يحس بول كل شويه مش قادر ينزل بول كله ودايما مزنوق. وطبعا زي ما قلنا لحضرتك هنعيد برضه القصه اللي سالناها في الاجابه للسؤال قبل كده. البروستات دي هتمشي معانا بعلاج دوائي ولا علاج جراحي؟ بنعمل تقييم بتدخل امتى؟ لما يكون البروستاتا عملت انسداد فوق محوش جميه من البول من السوائل في المثانه اكتر من المسموح بيه. عشان كده للاسف بترجع تاني للكلى. بالظبط بترجع. فعشان كده دي فيها خطوره. بالظبط اسمه البوست فويد ريزرفيرون او البول المتبقي في المثانه بعد التبول. ليه حجم معين اللي فوق 150 سم خلاص دي المثانه مش فاضيه كويس. نمره 2 هل المثانه دي فيها حصوات؟ البروستاتا ساعات تؤدي لتكوين حصوات في المثانه بتسد البول ولا لا؟ لو لقينا حاجتين لقينا ان البروستاتا محوشه بول جوه او عم مكونه حصوات مثانه لازم اتدخل واعمل استئصال للبروستاتا. لقينا كميه البول اللي في المثانه اقل من المسموح بيه ممكن نبدا بالعلاج الدوائي. العلاج الدوائي دي حاجات اللي هي مضادات مستقبلات الفا وحاجات معينه بناخد ادويه معانا بتؤدي الى ارتخاء في عضلات عنق المثانه فتح عنق البول ينزل. فلازم برضه عادي يتفحص كويس لما اقول لي انه عمل اشاعات وقالوا في ضخم بروستاتا. التقييم بقى اللي هيتم محوشه بول قد ايه جوه بعد التبول في حصوات في المثانه ولا متكونه في المثانه وخلاص ولا البروستاتا مش حوشه بقولكم كتير وممكن نجرب علاج دواء ونبدا بعلاج دواء ونديها فرصه. طب برضه لازم حاجات تتعرف كويس. طب دكتور خالد معانا اتصال من استاذه منى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه منى. الحمد لله تمام يا فندم. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام اهلا وسهلا. اموري لو سمحت يا دكتور انا
انا مسامع كويس. لا حفيظ هو انت بتتكلمي من الموبايل يا استاذه منى؟ ايوه. طب ممكن توقفي في مكان فيه شبكه بس عشان الصوت مش واضح عندنا؟ حاضر. معلش هنتعبك. ولا يهمك حضرتك. اتفضلي. لو سمحت انا بنت والده لها 10 ايام. والده؟ عادي ولا قيصري؟ والده لها 10 ايام. عادي ولا قيصري؟ لا قيصري. تمام. وبقى لها 3 ايام النهارده ما بتجيبش صوت خالص والامعاء واقفه. اه. فانا عملنا تحاليل واشعاعات صار مش عارف. يعني بعد الولاده ما تمت القيصريه ما جابتش صوت خالص ولا نقطه ولا نقطه. قالت 3 ايام هي والده لها 10 ايام. اه يعني قبل كده كانت بتجيب بول؟ قبل كده كانت بتجيب بول بقى لها 3 ايام دلوقتي ما بتجيبش بول خالص. طيب وظائف حد حمل تحليل وظائف كلى ولا حاجه؟ انا وظائف كلى وبوتاسيوم طلعوا كويسين. طيب والامعاء واقفه وميه ما بتنزلش ولا ميه ولا براوي. طيب يعني دي واضح ان في مشكله جراحيه يعني ادت ارتخاء في عضلات الامعاء وفي مشكله ان الكلى ما بتجيبش بول كويس. الكلى دي لازم اطمن عليها كويس. كانت بتجيب ممكن تاثر على الكلى يا دكتور او اعمل ايه؟ طيب كانت بتجيب لمده اسبوع بول كويس وعم بطلت تجيب. لازم اطمن. خلاص دي واحده دكتور هجاوبك. عندك اي سؤال تاني يا استاذه منى؟ لا شكرا. طب خلاص حاضر اقفلي والدكتور هيجاوبك. طيب. وربنا يطمنك عليها. ربنا ما تقلقيش ان شاء الله. الكلى ما تجيبش بول دي يا اما في مشاكل في الكلى نفسها او مشاكل فيما بعد الكلى او مشاكل ما قبل الحاجات الاول. يعني مثلا ايه سوائل في جسمها كويسه ولا لا؟ هل بتقول عندها سوائل معايا؟ هل بتشرب كويس ولا لا؟ بترجع ومخش ميه سوائل كويس ولا لا؟ عشان لو سوائل في جسمها مش كويسه مش هتجيب بول. مش هتجيب بول لا ما تشربش ميه كتير لا او مش عارف عشان الامعاء. انت بتقول انسداد في الامعاء او ارتخاء في الامعاء. بالظبط. فطبعا لو سوائل في جسمها قليله لازم فورا تاخد محاليل فورا عشان تبتدي سوائل الكلى تشتغل. هل الكلى دي لا قدر فيها انسداد ما بعد الجراحه ولا بعد العمليه ولا الله اعلم؟ ممكن يكون بسبب العمليه. لا بس قاعد اسبوع تجيب كويس. بالظبط. تجيب اسبوع دي يعني ما كانش طريق مسدود. هل المثانه حصل فيه مشكله بعد الولاده ولا لا؟ الله اعلم. برضو كان بيجيب حصل خاف عضلات المثانه حصل ما اعرفش ايه اللي حصل. فالمشكله لازم تقيم تقييم كامل. طب ازاي بقى يا دكتور؟ عن طريق اشعاعات؟ اولا الحاله دي ما دام دي عندها ارتخاء في الامعاء وانسداد لازم تكون في المستشفى اولا. لازم تتوجه لاقرب مستشفى. اه وهتشاف ضغطها. هل ضغطها مظبوط ولا لا؟ ضغطها واطي جدا كده تجيب بول ازاي؟ هيعمل تقييم كامل بقى في مشاكل في الضغط واطي سواء في جسمها اخباره ايه؟ هل الامعاء دي في انسداد فعلا ولا ارتخاء في عضلات الامعاء؟ هتعمل لها تقييم مبدئيا هتبتدي تاخد محاليل عشان اعوض الجفاف اللي في الكلى عشان ابتدي اعمل صريان في البول. وبعد بقى التقييم بعد كل ما يتم بنعمل بقى تعمل اشعه سونار على البطن والحوض وبتعمل حاجات اخرى وتحليل مواد الكترولايتس في الدم وبتعمل وظائف في الكلى كويس وكل القصه بتتكلم مع بعضيها. يعني الاحسن انها تتوجه ببنتها لاقرب مستشفى عشان تعمل تقييم كامل وممكن تحتاج تبدا محاليل فورا دلوقتي. تمام. عشان الكلى تجيب عشان فعلا نطمن على الحاله. بالظبط. طب دكتور خالد معانا اتصال من استاذه وفاء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه وفاء. عايزه اسال الدكتور على بنتي كده. اتفضلي. بنتي يا دكتور انسه وعندها 16 سنه. تمام. ومن مصغرها وهي عندها سلس الجوي وخدتها دكتور تكثف مسالك كتير وكل اللي بيكتب عليها بيديني علاج بقى ايه للمثانه وكده وكل لمده شهر لمده كده ولسه الحاله لغايه دلوقتي زي ما هي. حاضر حاضر. ما حدش فيهم قال لي اكشف اشاعه ولا على حاضر. اي حاجه ولا قال لي ان هي عندها اي حاجه هي اللي عندها سلس الجوي. حاضر حاضر. الف سلامه يا استاذه وفاء. اسالك بس اسئله كده حضرتك جاوب عليها. طب ثانيه يا استاذه وفاء الدكتور هيسال حضرتك شويه اسئله. اتفضلي. معاك الثالث البول اللي بيحصل بالليل بس ولا بالليل وبالنهار؟ بالليل بس لكن بالنهار طبيعي. بالنهار كويس جدا يعني تبول لا ارادي بالليل لا ارادي وهي نايمه بس وهي نايمه بس. اه مش كده؟ طيب حد في العيله عنده كان عنده مشكله زيها؟ لا. نعم؟ لا. حد قريبه حد من ولاد عمها ولاد خالها يعني ما حدش كان في العيله عنده مشكله زيها؟ لا هو كان طيب. عندي بنت اخويا بس هي عندها يعني كهربا في المخ بس. طيب الحاجه الثالثه هل هي نومها تقيل بالليل؟ لا نومها خفيف جدا. طيب الوزن عليها وزن تقيل ولا حاجه؟ لا وزنها يعني يعتبر مناسب. طب هل عندها مشاكل في الجهاز التنفسي لحميه في في الانف عندها حاجه من الحاجات دي؟ ابدا. طيب ما عندهاش مشاكل في الجهاز العصبي ولا حاجه؟ لا
لا ولا اي دكتور مشارك قال لي على اي حاجه، كل اللي بيكشف عليها بيتفقع الفقر اللي تحت وبيقول لي هي سليمه ما فيهاش حاجه. طيب هقول لحضرتك بقى هجاوب حضرتك على اسئله. طب خليها تقفل يا دكتور. اه خلاص. طب شكرا لاتصالك والف سلامه عليها، والدكتور هيطمن حضرتك. شكرا لاتصالك يا استاذه وفاء. مشكله دكتور. التبول لا ارادي بالليل. تبول لا ارادي بيتم بغصب عنها مش مزاجها. التبول ده قد يكون مشكله في سايكولوجيكال، في عندها مشكله نفسيه، وده جزء مهم جدا، او مشكله عضويه. المشكله العضويه دي ليها شقين، شق في الجهاز العصبي المركزي الرئيسي، وشق في 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 المسانه نفسها، او شق في في الجسم كله نتيجه نقص هرمون معين بيؤدي الحكايه دي. الاول لازم تعمل فحص كام بقى الانسه. طبعا المشكله فيها مشكله اساسيه جدا محدش ياخد باله منها، زي ما كشفوا لازم يعمل اشعه على الفقرات، في حاجه اسمها سباينا بيفيدا، الاخر فقره في العمود الفقري النمو بتاعها بيبقى ما حصلش التئام، فقره مفتوحه. الفقره دي موجود عندها مراكز تحكم بتاع الاعصاب بتاع المسان، فتؤدي الى خلل في المثانه يبقى يحصل تبول لا ارادي. اكل الفقره دي موجوده في ناس عندهم مشكله نتيجه حاجات معينه في خلل في العمود الفقري، في انسجه العمود الفقري بتؤدي اوكي مش باينه قدامه لكن باين في الاشعاعات، في الاشعاعات يبتدي برضه بتاثر على العضلات بتاع المثانه. حاجه ثانيه لازم اقيم جسمه، هل فيها نقص في الهرمون الاي دي اتش ده موجود ولا لا، واعمل حاجه اسمها دراسه ديناميكيه التبول، هل المثانه دي اوفر اكتف لادر مثانه عصبيه بتشتغل لوحدها في وقت عايز تبول. فلازم نعرف القصه على بعضيها، هي لسنها 16 سنه فلازم تعمل الحاجات دي كلها مع بعض. بعد ما نعرف بقى بتمشي على نظام بروتوكولات، اعرف المشكله بتاعتي فين. طلع مفيش مشكله عامه في بروتوكول بتنظمه بالليل والنهار. بتاع بالليل انا بحاول اقلل كميه سوائل شويه بالليل. يعني قبل ما تنام بقد ايه يا دكتور؟ يعني قبلها على الاقل حاجه ساعه، ساعه ونص. قبلها بساعه، ساعه ونص. بتقلل لي كميه سوائل جدا اشربها بالليل على قد ما اقدر. وما اخشش السرير بطني فاضي، يعني اخش على الحمام قبل ما اخش تنام تفضي المثانه تماما. وممكن بعد ساعتين حد يصحى مره كمان، بعد ساعتين تروح حمام مره ثاني. بحيث اخلي المثانه مش مليانه زي اللي تقدر تتحمل كميه البولاسه. اسمه تدريب على التحكم، التدريب اسمه كميه البول اللي ممكن. توليت تريننج، ان انا بخليه يبتدي يتحكم يتدرب انه المثانه مش مليانه قوي عشان يتحكم. ممكن يسهر لوحده بعد كده يروح حمام الليل، يسهر لوحدها بعد تقوم كذا مره كذا مره كذا مره، ممكن لوحدها تقوم صاحيه يروح الحمام بالليل. ده اسمه التدريب على التحكم، توليت تريننج. لقينا في مشكله عضويه بقى، نقص في الهرمون بتاع الاي دي اتش بنعوضه من بره. لقينا في مشكله في الاعصاب بتاع المثانه، في اليورو داينامكس، في ديناميكيه التبول بنعالجها، مثانه نشطه نعالجها. المشكله بتاعت الفقرات دي بتاعت لازم تتعمل عشان خلاص المشكله ما لهاش تدخل جراحي يعني، بس بنتابعها بقى اسمه مع الوقت علشان خاطر ما تضغطش اكتر او تعمل مشاكل اكتر.